الدور الثاني بدأ والمنافسة بدأت تشتد، وشفنا ماتشات كتير الحقيقة صعبة ومشوقة وكانت كلها حماس في الدور التمهيدي أو الدور الأول من المسابقة. بالمناسبة دي عايزة أقول لكم إن أحياناً مش بس بيبقى المهم إن إحنا نبقى عارفين الإجابات الصح أو يعني مذاكرين ومحصلين علمياً كفاية، أحياناً كل مرحلة بيكون ليها متطلباتها وليها معطياتها. في المرحلة دي تحديداً من المسابقة مهم جداً إن كل فرقة تعرف إيه هي أدوات المساعدة بتاعتها، تعرف وسط خلطة النجاح تستخدم أنهي عنصر دلوقتي. عندهم وسائل مساعدة، عندهم التركيز، عندهم الاستعانة بآراء الفريق كله، عندهم التعاون بينهم وبين بعض، عندهم التكامل اللي ممكن يحققوه ضمن الفريق الواحد. كل دي عناصر لو أحسن كل فريق استغلالها أكيد 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 هتكون وصفة للنجاح. النهاردة معانا فرقتين كانوا أقوياء جداً في الدور التمهيدي، معانا اسكندرية وأسيوط، والاتنين تغلبوا على الفرق المنافسة وقدموا أداء جيد جداً في الدور التمهيدي. النهاردة هنشوف هيعملوا إيه. رحبوا معايا بفريق مدرسة زهرات العلا بمحافظة اسكندرية. الفريق المنافس النهاردة هيكون فريق مدرسة العقال البحري من محافظة أسيوط. الفريقين دول البنات خارجين من المنافستين يعني صعبين جدا. زهرات العلا من اسكندريه كانوا بيسابقوا اسوان، مش كده يا شهد؟ كان ماتش صعب؟ كان ماتش صعب، وكان فريق محافظه اسوان كان فريق قوي، بس الحمد لله الماتش اتحسم لصالحنا. كنتوا واثقين من الفوز ولا في لحظه حسيتوا ان انتوا خلاص الماتش بيضيع من ايديكم؟ لا، كنا الحمد لله واثقين في نفسنا. مريم، كنتي واثقه من الفوز؟ انتوا يعني كنتوا بتلعبوا سوهاج مش كده؟ هنخش في الأسئلة على طول. أول سؤال هنبدأ بيه هو سؤال السرعة. سؤال السرعة بيقول كم تبلغ مساحة مصر؟ ندوس على البز. مريم داست الأول، العقال البحري، أسيوط. هنشوف أول سؤال في السرعة إجابتهم هتبقى إيه؟ 1.1 مليون كيلومتر مربع. وإجابة صحيحة.